والآن تستمعون لشرح كتاب العقيدة الطحاوية للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، جزا الله الشيخ خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهل شرح مختصر في العقيدة، مختصر مهم، لأن أهل العلم يحبذون إقراءه وشرحه، ويؤكدون على أهمية ما اشتمل عليه من مسائل الاعتقاد بلفظ موجز وبيان حسن. وهذه العقيدة التي نبتدئ شرحها في هذه الدروس هي عقيدة العالم المحدث أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، المتوفى سنة 21 و300، وهي المسماة بالعقيدة الطحاوية نسبة إليه، وهي عقيدة موافقة في جل مباحثها لما يعتقده أهل الحديث والأثر، أهل السنة والجماعة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وهذه العقيدة الطحاوية ذكر عدد من أهل العلم أن أئمة المذاهب الأربعة ارتضوا أن أتباع أئمة المذاهب الأربعة ارتضوها، وذلك لأنها اشتملت على أصول الاعتقاد المتفق عليه بين أهل العلم، وذلك في الإجمال، لأن ثم مواضع انتقدت عليه كما سيأتي بيانه. وأبو جعفر الطحاوي من علماء الحديث المعروفين ومن الفقهاء المشهورين أيضا، وكان شافعيا تفقه على المزني رحمه الله تلميذ الشافعي، ثم انتقل إلى مذهب الحنفية فصار في المذهب حنفي المذهب، إلا أنه لا يتعصب لقول أبي حنيفة ولا يقلده، بل صنيع العلماء المحققين أن يتابعه فيما ظهر فيه الدليل، وأن يأخذ بالدليل إذا خالف قول الإمام. وجرت مناظرة في ذلك، أو جرى حوار في ذلك بين الطحاوي وبين أحد العلماء في مصر، فمن الحنفية، فقال الطحاوي في مسألة بغير قول الإمام أبي حنيفة، فذاك قال له: ألست من أتباع أبي حنيفة؟ قال: بلى، ولكني لا أقلده، لأنه لا يقلد إلا عصبي، يعني متعصبا. فقال الآخر: وغبي أيضا، يعني لا يقلد من أهل العلم إلا متعصب، إلا عصبي أو غبي. فصارت الكلمة مثلا في مصر تداولها الناس في مقولة هذين العالمين، وذلك يدل على تحري أبي جعفر الطحاوي للحق
وعلى ابتغائه له، وهو في الفروع كما ذكرنا حنفي المذهب، وأما في الأصول ففي الجملة هو على مذهب أهل السنة والجماعة أتباع أهل الحديث والأثر، إلا في مسائل تبع فيها مرجئة الفقهاء. وفي جمل كلامه في هذه العقيدة يوافق معتقد السلف، إلا في المواضع التي ذكر فيها مسألة الإيمان في تعريفه، حيث قال: والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، وقال: وأهله في أصله سواء. وهذه من مقالة المرجئة. وقد ذكر هو في صدر عقيدته هذه أن هذا المعتقد الذي كتبه هو اعتقاد أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهذا ظاهر في ما ذكر من مسألة الإيمان. فنقول: هذا الكتاب كما سيأتي كتاب مشتمل على أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بعبارة حسنة جيدة وبتقرير لها طيب، إلا في مسائل انتقدت عليه. ولهذا كان بعض مشايخنا عافاهم الله وختم لهم برضاه يقول: هذه عقيدة الطحاوي، ولا يقال هذه عقيدة أهل السنة والجماعة إذا أريد الجميع، لأنه ثم مسائل خالف فيها معتقد أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر في الأصول وفي التعبير عن الاعتقاد كما سيأتي بيان. وهذه العقيدة اهتم بها علماؤنا لأجل شرحها العظيم، وهو شرح ابن أبي العز الحنفي من تلامذة الحافظ بن كثير صاحب شرح العقيدة الطحاوية المشهور بينكم، على أن هذه العقيدة لها شروح كثيرة، فالماتريدية شرحوها بشروح متنوعة ووجهوا الكلام فيها على معتقد أتباع أبي منصور الماتريدي، ولكن شرح ابن أبي العز وجهها توجيها سلفيا تابعا فيه طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية وطريقة ابن القيم رحمهما الله تعالى، وأجاد في ذلك بحيث صار هذا الشرح مرجعا في علم الاعتقاد بعام. ودافع الشارح عن المصنف الطحاوي في مواضع من ما عبر فيه بغير ما ينبغي من التعبير، أو فيما قرره في مسألة الإيمان بما هو معروف في موطنه، وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى عند التعرض لعبارات المصنف. هذا الكتاب أو هذه الرسالة والنبذة العقيدة الطحاوية فيها كما ذكرنا ذكر الاعتقاد بعامة، ولكنه أخذ عليه أنه لم يرتبه، ولهذا وقع الكلام على الصفات مفرقا، ووقع الكلام على القدر مفرقا، ووقع الكلام على الإيمان مفرقا، وهكذا في نظائر هذه المسائل، فهي كانت شبيهة بالإملاء على ما جاء في قلب المؤلف رحمه الله وأجزل له المثوبة، دون ترتيب علمي يجمع المسائل بعضها إلى بعض، يجمع النظير إلى نظيره،
والشبيهة إلى شبيه. ولهذا وقع كلام الشارح علي بن أبي العز الحنفي وقع كذلك تبعا للأصل غير مرتب. وذكر في أواخر شرحه أنه تمنى أن لو رتب هذا الشرح على ترتيب أركان الإيمان ثم ما يتصل بذلك من الكلام ليكون أبلغ في الانتفاع، فيجعل الكلام في الألوهية متتابعا، والكلام في الصفات متتابعا، الكلام في الإيمان متتابعا، وفي القدر متتابعا، وفي النبوات متتابعا إلى آخر ذلك. وهذا لو حصل لكان أنفع وأدعى لاستحضار شرح تلك المسائل. هذه العقيدة أيضا على جلالتها ووجازة ألفاظها تحتمل شرحا طويلا كما صنع الشارح ابن أبي العز الحنفي، وتحتمل شرحا متوسطا، تحتمل شرحا مختصرا. ولما كنا قد شرحنا عددا من كتب العقيدة في سنين التي مرت رأيت، والتوفيق بيد الله جل وعلا، أن أجعل الكلام عليها ليس على طريقة الشارح في الاستطراد في ذكر الشرح وإدخال المسائل بعضها في بعض، ولكن على طريقة مرتبة متعلقة أولا بألفاظ المصنف، وثانيا بالمسائل التي أوردها المصنف، وثالثا بتحقيق القول في أن ما ذكره هو مذهب أهل السنة والجماعة، ورابعا في أدلة ما ذكره من المسألة، خامسا في ذكر تفريعات تلك المسألة على اعتقاد أهل الحديث والأثر، وسادسا في ذكر الأقوال المخالفة، أقوال أهل الفرق وأدلتها والرد عليها. وكما تنظر في هذا التقسيم يحتمل تطويلا كثيرا، ويحتمل توسطا، ويحتمل اختصارا، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقني لما ينفعكم، وأن ينفعكم بما تسمعونه إن شاء الله، وأرجو أن يكون منكم الاجتهاد في متابعة الشرح والتفريع على هذه المسائل من جهة النظر في الشروح وكلام شيخ الإسلام وابن القيم وأئمة الدعوة رحمهم الله تعالى جميعا، لأن في بحثك بعد الدرس ومراجعتك للدرس ما يؤكد هذه المسائل ويبينها، لأن التطويل والتفصيل قد يذهب بعضه بعضا عند المبتدئ والمتوسط، لكن إذا راجعت وأكدت على نفسك المراجعة المستمرة الأسبوعية كان في ذلك إن شاء الله تعالى خير كثير واستحضار لتلك المسائل. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، فهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم لا يسير إلا ما يسرت، ولا سهل إلا ما جعلته سهلا. أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وسددنا في القول والفهم والعمل، إنك على كل شيء قدير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الصحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله. هذه المقدمة اشتملت على مسائل. الأولى منها أن هذه عقيدة، والعقيدة فعيلة بمعنى مفعول، يعني معقودا عليه، والمسائل منقسمة إلى أخبار وأحكام، كما قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تمت كلمة الله على هذين القسمين: صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. والأخبار يجب تصديقها، فما كان مرجعه إلى التصديق والإيمان به ولا دخل للعمليات به فإنه يسمى عقيدة، لأن مرجعه إلى علم القلب. فسمي هذا عقيدة لأنه معقود عليه القلب، يعني كأنه دخل للقلب فعقد عليه فلا يخرج منه من شدة الاستمساك به ومن شدة الحرص عليه لئلا يخرج أو ينفلت. وهذا اللفظ، لفظ العقيدة، كما ذكرت راجع إلى علم القلب، لأنه هو الذي يعقد الشيء الذي فيه. وأما العمليات فهذه من الإيمان كما هو معروف، لكن موردها عمل الجوارح، لذلك لم تدخل في العقيدة. وهناك ألفاظ مرادفة للعقيدة في الدلالة على ما ذكرنا، وهي التوحيد، السنة، الشريعة وأشبه ذلك. فمنها ما يكون مختصا بالعقيدة كالتوحيد، ومنها ما يكون لها ولغيرها كالسنة والشريعة. فإن لفظ الشريعة يشمل العقيدة أيضا، لأن الله جل وعلا بيّن لنا أن الأنبياء اجتمعوا على شريعة واحدة، فقال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به موسى، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه شريعة أجمع عليها بين المرسلين، والمقصود بها التوحيد والعقيدة الواحدة. وتأتي الشريعة ويراد منها العمليات، كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وكما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. نخلص من ذلك إلى أن تصانيف في العقيدة قد تكون باسم العقيدة أو باسم التوحيد أو باسم السنة أو باسم الشريعة، كما هو موجود فعلا في تصانيف أئمة أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية
قوله أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة هذا لفظ أطلق في أواخر القرن الثاني الهجري على أتباع الأثر والمخالفين للفرق المختلفة الذين خرجوا عن طريقة الصحابة والتابعين. وأول من استعمله بعض مشايخ البخاري رحمهم الله تعالى، وجمع بين لفظين بين السنة والجماعة، لأن هناك من يدعي اتباع السنة ولكنه لا يكون مع الجماعة، وهناك من يدعو إلى الجماعة بلا اتباع سنة، فصارت طريقة أهل الحديث والأثر أتباع السلف الصالح مشتملة على شيئين: اتباع السنة والجماعة، وكل منهما في الحقيقة لازم للآخر. فاتباع السنة هو اتباع الجماعة، واتباع الجماعة هو اتباع السنة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه الحديث الذي في السنن أنه قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. فصارت الفرق في النار، يعني متوعدة بدخولها في النار، والناجية فرقة واحدة هي الجماعة، وهم المتبعون للسنة الممتثلون لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ الحديث. وإذا أفرد أهل السنة فقد يطلق ويراد بهم ما يقابل الرافضة والشيعة، لأن لفظ أهل السنة يطلق ويراد به ما يخالف التشيع، ويطلق ويراد به أهل الحديث والأثر. ولهذا زادوا على السنة الجماعة، مع أن كل منهما ملازم للآخر، لأجل أن يكون هناك تحديد في الإطلاق، فيكون المراد بالإطلاق ما يخالف الفرق كلها: الرافضة والخوارج والجهمية المرجئة والقدرية والجبرية إلى آخر أصول الفرق. وقد ذكرنا لكم في أول شرح الواسطية تفصيل معنى أهل السنة والجماعة، ومعنى الجماعة جماعة الدين وجماعة الأبدان، بما يرجع في ذلك إليه. المسألة الثالثة أن هذه العقيدة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله بنيت على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهؤلاء عند أهل الحديث والأثر وافقوا السنة والجماعة في أكثر المسائل، لكنهم خالفوهم في أصل عظيم من أصول الدين، ألا وهو الإيمان. فلهذا أطلق عليهم مرجئة الفقهاء، فهم مرجئة لأن كلامهم في الإيمان كلام المرجئة، لأنهم أرجعوا العمل عن مسمى الإيمان، وقالوا إن أهله في أصله سواء. وقيل لهم مرجئة الفقهاء لأنهم فقهاء اشتهروا بذلك. فإذا يظهر من هذا التقديم أن هذا المؤلف مبني على كلام أهل السنة والجماعة بعامة، وعلى مذهب مرجئة الفقهاء في الإيمان بخاصة، وهذا هو الواقع فعلا، فإن كلامه في الإيمان هو كلام المرجئة. فإذا قوله أهل السنة والجماعة يدخل فيهم المرجئة
مرجئة الفقهاء، وهذا منه يدل على أن مدلول أهل السنة والجماعة يشمل أهل الحديث والأثر، ويشمل الماتريدية والأشاعرة، وهذا باطل. وهذا القول صرح به بعض الشراح من المتقدمين ومن المتأخرين كالسفارين في لوامع الأنوار، حيث قال في فصل له: اعلم أن أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف: أهل الحديث والأثر والأشاعرة والماتريدية. وهذا باطل، لأن أهل السنة والجماعة هم الذين أخذوا بالسنة والجماعة في كل المسائل، في كل أصول المسائل. وأعظم المسائل التي حصل فيها الاختلاف أولا هي مسألة الإيمان ومسائل الأسماء والأحكام، فخالف فيها الخوارج كما هو معلوم، ثم تبع ذلك ظهور المرجئة إلى آخر ما حصل. فإذا هذه المسألة، مسألة الإيمان، من مسائل الأصول العظيمة، فلا يكون من نفاها على يعني من نفى دخول العمل في مسمى الإيمان على طريقة أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر، لمخالفة قولهم للنصوص الكثيرة الدالة على أن العمل من الإيمان، كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله تعالى. المسألة الرابعة قوله: وما يعتقدون من أصول الدين. وهذه الكلمة أصول الدين يعبر بها عن العقيدة، لأن التعبير عن العقيدة صار فيه اشتراك، فيعبر عنها عن العقيدة عند أهل الحديث بما ذكرنا لك من العبارات: العقيدة، السنة، التوحيد، الشريعة. وعبر بها المخالفون، عبر عنها المخالفون بعلم الكلام، والذين تركوا الفلسفة وما أصله علماء الكلام في بيان العقيدة إلى ما دل عليه كلام معظميهم كالأشعري والماتريدي، عدلوا عن علم الكلام إلى أصول الدين، لأن كلمة أصول الدين فيها مخالفة للفظ علم الكلام المذموم، وفيها توسط ما بين الألفاظ الشرعية: السنة، العقيدة، التوحيد، الشريعة، وما بين قولهم علم الكلام، فأتوا بهذا اللفظ الذي هو بين اللفظين. ولهذا نقول: هذا اللفظ إن كان دليله ومأخذه هو مأخذ التوحيد والسنة والعقيدة والشريعة، فلا بأس باستعماله، فلهذا يستعمله أهل السنة والجماعة ويريدون به المعنى الصحيح، وهو أن أصول الدين المقصود بها أصول الإيمان الستة، وما يندرج في ذلك من المسائل الأصلية والتبعية. فكلمة إذن أصول الدين كلمة مركبة مضافة، لذلك يقولون هي مركب إضافي أضيف فيه الأصل إلى الدين. وأصول الدين كلمة معناها العقيدة، يريدون بكلمة أصول ما يخالف الفروع وهي العمليات. وإذا كان اللفظ محدثا أو مصطلحا عليه فنقول لا مشاحة في الاصطلاح، إذا كان لم يختص به أهل البدع، فاستعمل طائفة من علماء الحديث والسنة ويعنون به ما دل عليه
دلت عليه الألفاظ الشرعية: العقيدة، السنة، التوحيد، الشريعة. فإذا وما يعتقدون من أصول الدين، يعني المقصود بها أصول الإيمان المعروف وما يتصل بذلك من مباحث، وما خالف فيه أهل السنة أهل البدعة. نعم. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، قوله نقول هذا لأنه لا يكتفى في الاعتقاد في اعتقاد القلب، فلا بد من قول اللسان، وأعظم قول اللسان وكافيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن العقيدة الصحيحة اعتقاد بالجنان وقول باللسان حتى يكون الإيمان صحيحا، ثم امتثال العمليات في الأمر والنهي. وقوله معتقدين هذه حال من نقول، يعني أقول حالة كوني معتقدا هذا الكلام، عاقدا عليه قلبي غير متردد فيه ولا مرتاب. فمعتقدين ولو تأخرت فهي حال من الضمير في نقول. وقوله بتوفيق الله هذه استعانة بالله جل وعلا أن يوفق في القول الحق في ذلك. والتوفيق اختلفت فيه التفسيرات بما سيأتي بيانه إن شاء الله مفصلا في ذكر مسائل القدر. فأهل السنة لهم تفسير للتوفيق وللخذلان، وأهل البدع كل له مشربه في تفسير التوفيق والخذلان. قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. اشتملت هذه الجملة على ذكر التوحيد وعلى تفسيره. وكلمة التوحيد هذه مصدر وحد يوحد توحيدا، ويعني جعل الشيء واحدا. قد جاءت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في حديث معاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وجاء أيضا في قول الصحابي رضي الله عنهم: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد في قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، التلبية المعروفة في أول الحج. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فإذا كلمة التوحيد جاءت في السنة. ومعنى التوحيد كما ذكرنا جعل الشيء واحدا في اللغة. فتوحيد الله معناه أن تجعل الله واحدا، واحد فيما وحد الله جل وعلا نفسه فيه فيما دلت عليه النصوص. والنصوص دلت على أن الله واحد في ربوبيته، واحد في إلهيته، واحد في أسمائه وصفاته. فالتوحيد إذن في الكتاب والسنة راجع إلى توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات. وهذا على التقسيم المشهور، وقسمه بعض أهل العلم إلى تقسيم آخر، وهو أن توحيد الله ينقسم إلى قسمين: ينقسم إلى توحيد في المعرفة والإثبات، وإلى توحيد في القصد والطلب. وعنى بقوله في المعرفة والإثبات في معرفة الله جل وعلا،
بأفعاله، وهذا هو الربوبية، والإثبات له فيما أثبت لنفسه، وهذا هو الأسماء والصفات. وقوله في القصد والطلب هو توحيد الإلهية. وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، جاء في عبارات المتقدمين من أئمة الحديث والأثر، فجاء عند أبي جعفر الطبري في تفسيره وفي غيره من كتبه، وفي كلام ابن بطة، وفي كلام ابن مندة، وفي كلام ابن عبد البر وغيرهم من أهل العلم من أهل الحديث والأثر، خلافا لمن زعم من المبتدعة أن هذا التقسيم أحدثه ابن تيمية، فهذا التقسيم قديم يعرفه من طالع كتب أهل العلم التي ذكرها. إذا تقرر ذلك فمعنى توحيد الربوبية اعتقاد أن الله واحد في أفعاله سبحانه لا شريك له، وأفعال الله جل وعلا منها خلقه سبحانه، ومنها رزقه وإحياؤه وإماتته وتدبيره للأمر وإغاثته للناس ونحو ذلك. يعني أن توحيد الربوبية راجع إلى أفراد الربوبية التي هي السيادة والتصرف في الملكوت، فكل ما رجع إلى السيادة والتصرف في الملكوت رجع إلى توحيد الربوبية. فالإيمان بتوحيد الربوبية معناه أنه إيمان بأن الله وحده لا شريك له هو المتصرف في هذا الملكوت أمرا ونهيا، هو الخالق وحده، وهو الرزاق وحده، وهو المحيي المميت وحده، وهو النافع الضار وحده، وهو القابض الباسط وحده في ملكوته، إلى آخر مفردات الربوبية. كما قال جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فأثبت أنهم أقروا بالربوبية وأنكر عليهم أنهم لم يتقوا الشرك به وترك توحيد الإلهية. وتوحيد الإلهية هو توحيد الله بأفعال العبيد، توحيد في القصد والطلب بأن يفرد العبد ربه جل وعلا في إنابته وخضوعه ومحبته ورجائه وأنواع عبادته من صلاته وزكاته وصيامه ودعائه وذبحه ونذره إلى آخر أفراد العبادة بما هو معلوم في توحيد الإلهية. وتوحيد الأسماء والصفات هو جعل الله جل وعلا واحدا لا مثل له في أسمائه وصفاته، كما قال: ليس كمثله شيء، وكما قال: ولم يكن له كفوا أحد، وكما قال جل وعلا: هل تعلم له سميا. إذن قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، هنا ذكر التوحيد لأن الخلاف قائم فيه. ففي الربوبية قام الخلاف مع الدهرية والفلاسفة الذين يقولون إن هذا العالم قديم لم يزل، وأنه ليس له خالق بل وجد العالم هكذا باتفاق، وغير ذلك من مقالات نفاة الرب جل وعلا. وكذلك مخالفة للذين جعلوا الله ربا ولكن جعلوا معه شريكا في الربوبية، وهم طوائف مختلفة. وفي هذه الأمة دخل ذلك في قول غلاة المتصوفة الذين يقولون إن لهذا العالم من يتصرف فيه من الأولياء والأقطاب الذين لكل بلد قطب يمنع ويعطي فيها ويرزق ويحيي ويميت إلى آخر ما يعتقدون فيه. في الإلهية ثم من خالف، في الأسماء والصفات ثم من خالف، كما سيأتي تفصيله. هنا سؤال، وهو أنه قدم القول في الاعتقاد في الله
جل وعلا. لما؟ والجواب عن ذلك أنه قدم ذلك بأمرين. الأول منهما أن الإيمان بالله مقدم على غيره من أركان الإيمان، كما قال جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فقدم الإيمان بالله على غيره. وكما في قوله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المعروف: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالأمر الثاني أن الاعتقاد في الله جل وعلا هو أصل الإيمان، وبه يصير المرء مؤمنا، بالاعتقاد في الله جل وعلا بالوحدانية، لما دلت عليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن ذلك هو أول واجب على العبيد. وفي هذا مخالفة للذين زعموا أن أول واجب على العبد ويقدمونه في عقائدهم أن يستدل أن يعرف الله، أو أن يستدل على معرفة الله، أو ما يسمونه بالنظر للتوحيد أو للمعرفة أو بالقصد إلى النظر. فلما كان أول واجب هو التوحيد قدمه، مخالفة لمن قال إن أول واجب هو أن ينظر في الدلائل وفي الملكوت لمن كان أهلا لذلك. قال: إن الله واحد لا شريك له. إن الله واحد، لفظ واحد، هذا من أسماء الله الحسنى، كما قال جل وعلا: هو الله الواحد القهار. وأيضا من أسمائه سبحانه الأحد: قل هو الله أحد. وواحد يعني أنه لا شريك له، ولذلك كانت كلمة لا شريك له هذه مؤكدة تأكيدا بعد تأكيد. قال الحافظ بن حجر وغيره في قوله واحد لا شريك له: هذا تأكيد بعد تأكيد لبيان عظم مقام التوحيد. وكلمة واحد هذه راجعة عند أهل الاعتقاد إلى أحديته سبحانه، ونقول الصحيح أنه لا فرق بين واحد وأحد، والمتكلمون يفرقون ما بين الواحد والأحد، وواحد وأحد، فيرجعون الواحدية للصفات والأحدية للأفعال. لكن الصحيح أن اسم الله جل وعلا الواحد يرجع إليه أحديته، يرجع إليها أحديته سبحانه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. له لا شريك له، هذا تفسير لواحد وتأكيد له. ولهذا دل قوله إن الله واحد لا شريك له على أن التوحيد أعظم ما يفسر به نفي الشريك عن الله جل وعلا. نقول في توحيد الله: إن الله واحد لا شريك له. فالتوحيد يفسر بضده وهو نفي الشرك، كما قال الشاعر: وبضدها تتبين الأشياء. فقد لا يستقيم معرفة التوحيد بتفاصيله إلا بالإيقان بنفي الشرك بأنواعه. لهذا نقول هنا قوله لا شريك له هذا عام، يشمل نفي الشريك في الربوبية، ونفي الشريك في الألوهية، ونفي الشريك في الأسماء
والصفات. والشركة في الربوبية راجعة إلى جعل المخلوق له من صفات الرب جل وعلا في صفات الربوبية، يعني أن يجعل للمخلوق تصرفا. إذا جعل للمخلوق تصرفا في الكون مما يختص به الله جل وعلا فهذا ادعاء للشريك معه في الربوبية، أو أن يعتقد أن الله معه معين أو ظهير أو وزير، وهذا كله منفي، وكل هذا داخل في الاشتراك في الربوبية، كما قال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فذكر أنواع الاشتراك في الربوبية: إما شركة مستقلة لا يملكون مثقال ذرة، يعني استقلالا، أو معاونة، أو اتخاذ ظهير ووزير لله جل وعلا. وهذا المعتقدات هذه موجودة في طوائف من هذه الأمة. والإيمان بتوحيد الربوبية ونفي الشركة في الربوبية على درجتين: الدرجة الأولى واجبة على كل مكلف، ومن لم يأتي بها فليس بموحد بل هو مشرك، وهو ما ذكرنا من الاعتقاد بأن الله واحد في ربوبيته في أفعاله سبحانه، فهو الخالق وحده، وهو الرزاق وحده، وهو المحيي المميت وحده، وهو النافع الضار وحده جل وعلا، وهو مدبر الأمر وحده، وهو خالق الخلق وحده، إلى آخر أفراد ذلك. وهذه واجبة على كل أحد. والمرتبة الثانية من الإيمان بتوحيد الربوبية هي مرتبة للخاصة وأهل العلم، وهي شهود آثار الربوبية في خلق الله جل وعلا، وهذه بحيث لا يرى غير الله جل وعلا مؤثرا في هذا الملكوت، ولو كان تأثير معلولات عن علل فإنه يرى، أو تأثير مسببات عن أسباب فإنه يرى ألا مؤثر في الحقيقة ولا خالق إلا الله جل وعلا، وينظر لذلك في الملكوت متفكرا متدبرا. وهذه حال الخاصة، وهي مستحبة، وهي لأهل العلم ولأهل الإيمان، وليست واجبة على كل أحد، كما قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وكما وصف الله جل وعلا بعض عباده بالتفكر والنظر والتدبر في خلق الله جل وعلا، بل أمر بذلك في بعض قوله: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وكقوله: أولم يتفكروا، وكقوله جل وعلا: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فهذا التفكر في ربوبية الله جل وعلا في خلق الله يدل على توحيده في الربوبية، وهو حال الخاصة، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكر، فرجعنا بالتذكر على التفكر، وحركنا القلوب بهما فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. وهذه عند أهل البدع وأهل الكلام مطلوبة وواجبة لمن كان أهلا لها، فيوجبون النظر ويوجبون التفكر، ولا يصح إيمان أحد عندهم ممن عند طائفة منهم ممن كان أهلا للنظر إلا بالنظر. فلو مات المتأهل للنظر
من غير نظر لم يكن مؤمنا بربوبية الله جل وعلا، وإن كانت تجري عليه أحكام أهل الإسلام في الدنيا فإنهم لا يجرون عليه أحكام أهل الإسلام في الآخرة، على تفصيل مذهب أهل الكلام في ذلك. النوع الثاني أن يعتقد بأن الله لا شريك له في إلهيته سبحانه وتعالى، والإلهية معناها العبادة، يعني لا شريك له في عبادته كما دلت عليها كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فيعتقد أن الله جل وعلا ليس معه إله يستحق العبادة، وأن كل من ادعي فيه الإلهية وأنه يعبد فإنما عبد بالبغي والظلم والعدوان والتعدي، وكل من أشرك بالله جل وعلا فهو ظالم أبشع الظلم وأكبر الظلم، لأنه سبحانه توعد أهل الشرك بالنار بل أوجب لهم النار في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكما قال المسيح عليه السلام وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لبيان هذا التوحيد وما يتصل به كتب توحيد العبادة المعروفة، ومن أعظمها وأشملها كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الثالث من أنواع نفي الشريك المشتمل عليه قوله لا شريك له نفي الشريك لله في الأسماء والصفات، وذلك بأن يعتقد أن الله جل وعلا لا شريك له في كيفية اتصافه بالصفات، يعني لا مماثل له سبحانه وتعالى ولا مشابه له في كيفية اتصافه بالصفات، وأنه سبحانه لا شريك له في المعنى المطلق لصفاته سبحانه ولأسمائه، ولا مشابه له في المعنى المطلق لأسمائه وصفاته، وأن اشتراك بعض خلقه معه سبحانه في الصفات إنما هو اشتراك في مطلق المعنى وفي أصله لا في المعنى المطلق ولا في كماله ولا في الكيفية. فيعتقد أنه لا شريك له في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله سبحانه، بل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لأجل هذا المعنى العام عطف عليها المصنف بقوله ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، كما سيأتي تفصيل الكلام على هذه المسائل في ذكر معنى هذه الجمل الثلاث. إذن هذا إجمال لمعنى التوحيد ونفي الشريك، ويأتي تفصيلها مع بيان كل مسألة، توحيد الربوبية وأبحاثه، توحيد الأسماء والصفات وأبحاثه، وتوحيد الإلهية وأبحاث توحيد الإلهية. بقي أن نقول إن في قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، إن هذه العبارة لا شريك له تفسيرها على طريقة أهل السنة ذكرناها، وأما أهل البدع فيقولون في تفسير واحد ولا شريك له عبارات مختلفة تجدونها في التفاسير، ويكثر منها أهل البدع فيقولون في تفسير واحد واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته
لا شريك له وواحد في أفعاله لا ند له. وفي قولهم في أولها واحد في ذاته لا قسيم له، هذه من التعبيرات المحدثة، وإن كان يمكن أن تحتمل معنى صحيح، لكن التوحيد والأحدية تفسر بواحديته سبحانه وأحديته في ربوبيته وإلهيته وفي أسمائه وصفاته. وأهل البدع في التوحيد اختلفت عباراتهم، وسبب اختلاف عباراتهم في التوحيد أنهم نظروا في تعريف التوحيد إلى حال النصارى وأهل الملل، ففسروا التوحيد بما يخالف ما عليه بعض الطوائف، فقالوا واحد في ذاته لا قسيم له، يعني نفيا للأقانيم الثلاثة التي هي صور لله جل وعلا مختلفة كما هو اعتقاد النصارى أو طائفة من النصارى، وكذلك اعتقاد الثنوية والذين يقولون أن ثم إلهين، هو إله واحد لكن له أقنومان، شيء للخير وشيء للشر، والله سبحانه وتعالى واحد في ذاته وأسمائه وصفاته، واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. سيأتي إن شاء الله مزيد بيان لقول المخالفين في تفسير الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فيما نستقبل إن شاء الله تعالى. نكتفي الليلة بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه أن يوفقكم لما يحب ويرضى، وأن يزيدني وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم لنا برضاه. اللهم اغفر لنا جميعا ووفقنا لعلم يكون حجة لنا وترفع به درجاتنا، ونكون فيه من الذين قلت فيهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم فاغفر جمع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نختار 5 أسئلة فقط، اختر 5. بسم الله. قد يفهم من الدرجة الثانية من توحيد الربوبية نفي الأسباب وآثارها، لا يفهم ذلك، لأن المقصود أن يرى أن يشهد آثار الأسماء والصفات، وشهود آثار الأسماء والصفات هذا ليس نفيا للأسباب، بل هو جعل الأسباب أسبابا وعدم مجاوزتها لكونها أسباب، فيرى أن الفاعل هو الله جل وعلا، وأنه سبحانه أجرى الأسباب بجعلها أسبابا، وأنتج سبحانه وتعالى عنها مسبباتها، وأن العلل تنتج معلولاتها، وأن المؤثرات تنتج الآثار، إلى غير ذلك مما هو معلوم من اعتقاد أهل التوحيد. ما نكاد نقرأ كتابا من كتب السنة كالسنة لعبد الله واللالكاء والإبانة إلا ونجد فصلا أو بابا في طعن الأئمة في أبي حنيفة، فما هو السبب وما موقفنا من هذه الآثار؟ هذا كان في ذلك الزمان، لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى خالف السنة والآثار في مسائل كثيرة جدا، ورد عليه أهل السنة والحديث حتى لا يأخذ الناس بكلامه في ذلك، فالتأليف هذه لأجل انتشار مذهب الحنفية في هذا في البلاد، فكتبوا ذلك تحذيرا من اتباعه فيما أخطأ فيه. لكن لما استقرت المذاهب واستقرت الفرق، وصار أبو حنيفة رحمه الله أحد الأئمة الأعلام الذين يشار إليهم والذين يتبعون في مسائل الفقه، ترك أهل السنة إيراد ذلك بعد نهاية القرن الخامس
واجتمعوا على عدم ذكرها، بل عدوه من الأئمة الأعلام، كما عقد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر منهم أبا حنيفة رحمه الله. فأخطأ هو في مسائل، خالف السنة في مسائل، وعد من مرجعة الفقهاء، لكن ما ورد في تلك الكتب من شتمه ولعنه وسبه أو نحو ذلك، هذا تركه أهل السنة، فلم يصر من شعار أهل السنة أن يفعل ذلك كما قرره الأئمة وفي كتبهم وتركوه في مؤلفاتهم بعد نهاية القرن الخامس. بعض أهل العلم يقسم التوحيد إلى أربعة أقسام: توحيد الإلهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الحاكمية. فهل هذا التقسيم صحيح أم لا؟ لما توحيد الحاكمية داخل إما في توحيد الربوبية أو في توحيد الإلهية أو فيهما معا، لأن الله جل وعلا جعل الحكم إليه سبحانه بقوله إن الحكم إلا لله، وقال جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ونحو ذلك من الآيات، وكقوله فالحكم لله العلي الكبير. فالحاكمية من جهة تحاكم الناس هذا فعل العبد، وفعل العبد داخل في توحيد الإلهية، لهذا أدخل إمام الدعوة مباحث هذا النوع من التوحيد في كتاب التوحيد، فعقد عدة أبواب في بيان هذه المسألة العظيمة المهمة. ولهذا نقول إن إفراده بالذكر لا يصلح لدخوله في توحيد الإلهية، فهو من ضمن مسائله الكثيرة. لكن قد يقسم التوحيد عند طائفة من أهل العلم إلى أربعة أقسام، ويجعلون الرابعة توحيد المتابعة. توحيد المتابعة يعني متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يقصدون بهذا التقسيم ما دلت عليه الشهادتان. فإذا قالوا توحيد الله قالوا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وإذا قالوا التوحيد بدون الإضافة إلى الله جل وعلا جعلوه أربعة أقسام، ثلاثة مختصة بالله جل وعلا، والرابع هو توحيد المتابعة في النبي عليه الصلاة والسلام، لئلا يتبع في التشريع غير المصطفى عليه الصلاة والسلام. وفقكم الله لما يحب ويرضى.